بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم أخواتي، كنتمنى تكونوا مزيان وتكونوا ديما في أحسن حال. مرحبا بكم في قناة مريم المتنوعة. اليوم إن شاء الله حضرت واحد محمصة بالحليب، كتجي زوينة، كتجي بحال بركوكش، كتجي رائعة. ديروها يوم الأضحى، فطروا بها، راه كتجي زوينة بزاف. طريقة جد سهلة بسيطة، أو معايا شوفوا المقادير وشوفوا طريقة التحضير. كنحتاجو نصف لتر ديال الحليب، زلافة كبيرة ديال المحمصة، معلقة صغيرة ديال الملح معمراش، تو على بركة الله. كنجيب طنجرة عادية أو طنجرة الضغط. أول حاجة غادي نضيف محمصة، كنضيف الملح، وكنضيف الماء يكون ساخن جدا، نملأ الطنجرة بالماء الساخن. نحركوها قبل ما نوضعوها فوق النار، ونوضعوها على نار متوسطة. كيفما كتشوفوا انا وضعتها دابا فوق البوطه، راها كتغلي مره مره، ضروري نحركوها باش ما تجمعش لينا وتعجن. كما كتشوفوها هي بدات كطيب لينا. من بعد غادي نضيف ليها داك نصف لتر ديال الحليب، ونحرك مزيان الحليب مع المحمصه، ونخلي داك الحليب يغلي لي مع المحمصه فوق النار لمده ديال 5 دقائق. من بعد ما غلى لي الحليب كيف ما كتشوفوا، دابا غادي نطفيو عليها النار ونخليوها واحد 5 دقائق ترتاح حتى يتشرب لينا داك الحليب. وبقاو معايا تشوفوا الشكل النهائي. ودابا غادي نقدموها. في وسط الطبسيل كنجيب شي طبيسيل صغير، كنوضع عليه العسل الحر كيف ما كتشوفوا، وغادي نبقى نوزع المحمصه ديالي في الجوانب كي بحال هكا. صدقوني راه كتجي رائعه، كتجي بحال بركوكش. كان هذا هو الشكل النهائي ديال المحمصه بالحليب، كتجي رائعه. نقدمهم مع العسل الحر والزبده البلديه، كيجي بحال بركوكش، أكلة رائعة. ديروا يوم العيد فطروا بيه، راه كتجي زوينة بزاف هاد المحمصة بالحليب. جربوه. كنتمنى الفيديو اليوم ينال الإعجاب ديالكم. ما تنساوش تدعموني باشتراك، فعلوا الجرس، ديروا لايك. إلى فيديو آخر، مع السلامة.